مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من فلسطين. كشف أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تدهور طرأ على صحة أحد جنود الاحتلال الأسرى لديها. وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي مقتضب أن الحركة تعلن عن تدهور طرأ على صحة أحد الجنود الأسرى لدى كتائب القسام، وستنشر خلال الساعات القادمة ما يؤكد ذلك. وفي إبريل نيسان عام 2016 أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام لأول مرة عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هويتهم باستثناء الجندي شاول آرون. وترفض حماس بشكل متواصل تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى القسام، وتشترط لبدء أي مفاوضات بشأنهم الإفراج عن محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم. حذر منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور ويستلاند من مخاطر تصعيد الوضع في قطاع غزة وهشاشة الوضع الأمني والسياسي في الضفة الغربية المحتلة. وقال ويستلاند إن هشاشة الوضع السياسي والأمني لا سيما في الضفة الغربية المحتلة تدعو للقلق. واستمرت دوافع الصراع وغياب الإرادة السياسية لتغيير الفصائل عند الفلسطينيين والتطرف لدى الاحتلال، مضيفا أنه يتعين تخفيف الوضع الإنساني وتمكين الاقتصاد من النمو في غزة وفك الحصار بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن لعام 2009. وحذر المسؤول الأممي من تداعيات الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية التي تفاقمت جراء قيود الاحتلال عليها وغياب إصلاحات فلسطينية جادة، مؤكدا أنه لا بديل عن عملية سياسية شرعية من شأنها حل القضايا الجوهرية. انتقد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي تصرفات إسرائيل في فلسطين وسوريا، معتبرا أن هذه الإجراءات تتخذ أيضا بموافقة من واشنطن وتعوق إمكانية إحياء عملية السلام. وأشار بوليانسكي في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إلى أن إسرائيل وافقت في العام الماضي على إنشاء أكثر من 12 ألف وحدة سكنية، كما قامت بتدمير أكثر من 1000 منزل فلسطيني. كما لفت بوليانسكي إلى تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية، منتقدا الاعتقال التعسفي للفلسطينيين ومقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مؤخرا. وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن تجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين هو مثال واضح على ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الغربية تجاه حقوق الإنسان. قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إن حق العودة مقدس ولا تنازل عنه إطلاقا، وإنهم لن يقبلوا بالتوطين والوطن البديل. واعتبر هنية خلال كلمة ألقاها في مهرجان حاشد ونراه قريبا أقيم بمدينة صيدا جنوبي لبنان أن حق العودة عنوان أساسي في معركة الصراع كعنوان القدس، ودعا الفلسطينيين في لبنان إلى أن يجهزوا أنفسهم فالعودة باتت قريبة، مضيفا أن هناك محاولات لضرب وكالة الغوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروا بعصا أمريكية، مؤكدا أنهم لن يرضوا بذلك، واصفا الوكالة الأممية بأنها الشاهد على أن هناك شعبا يريد أن يعود إلى وطنه. وطلب الأشقاء في لبنان بتحسين ظروف أهل المخيمات الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك حق إنساني أخوي لا يعني التنازل عن فلسطين أو التفريط بها والقبول بالبديل. طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على وقف انتهاكات إسرائيل في مدينة القدس المحتلة. جاء ذلك في بيان نشرته الحركة في الذكرى 55 لضم إسرائيل للقدس الشرقية. وأكدت حماس في بيانها أنها تطالب بتحرك جاد من المجتمع الدولي
ومنظماته وتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال وسياسته الاستيطانية والتهويدية للقدس ولمقدساتها الإسلامية والمسيحية إنصافا لقيم الحرية والعدالة، ومضيفة أن القدس جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين التاريخية وفي القلب منها المسجد الأقصى، ولا سيادة ولا شرعية للاحتلال الصهيوني فيها، ولن تفلح محاولاته في طمس هويتها ومعالمها العربية والإسلامية الراسخة عبر التاريخ، وستبقى عاصمة أبدية للفلسطينيين. حذر مسؤولان فلسطينيان من الحفريات الإسرائيلية عند أساسات المسجد الأقصى بالتزامن مع مشروع تسجيل أراضي فلسطينية قرب المسجد الأقصى بأسماء أشخاص يهود، ونبه عدنان الحسيني رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية إلى ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من حفريات في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأساسات وسور المسجد الأقصى الجنوبي والغربي أي ساحة البراق. وبدوره حذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية من خطورة الحفريات الجارية على قدم وساق التي تقوم بها سلطات الآثار الإسرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية منذ فترة في ساحة حائط البراق وفي منطقة القصور الأموية في المنطقة الملاصقة للأساسيات السفلية للمسجد الأقصى. وأشار المفتي إلى تفريغ سلطات الاحتلال للأتربة وعمل ثقوب بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد وتفريغ الممرات في محاولة لإخفاء ما يقوم به من حفريات مما سيؤدي لإضعاف أساسات المسجد الأقصى وهدمه. طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس المجتمع الدولي بمحاكمة إسرائيل على جرائم التعذيب الذي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها. جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق 26 من يونيو حزيران من كل عام. وقالت الحركة إن هذا يعد فرصة لكشف وفضح جرائم التعذيب التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا داخل سجونه وتسليط الضوء على حجم معاناتهم المستمرة نتيجة لممارسات أبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي ضدهم. وأوضحت أن استخدام أساليب التعذيب الوحشية ضد الأسرى خاصة النساء والأطفال والمرضى خلف عندهم أمراضا مزمنة وعاهات مستديمة وألما نفسيا وجسديا مستمر. هدم الجيش الإسرائيلي منشآت مدنية فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص. وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية إن قوة إسرائيلية داهمت قرية إبزيق بمحافظة طوباس وهدمت 16 منشأة فلسطينية بينها المجلس المحلي وخيام للسكن وتربية الأغنام. وأوضح بشارات أن السلطات الإسرائيلية دمرت خطوط مياه وصادرت مولدات كهرباء يستخدمها السكان، وبين أن عمليات الهدم تأتي بدعوى البناء دون ترخيص وتهدف للتضييق على السكان لترك الأراضي لصالح مشاريع استيطانية. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي خلف دمارا كبيرا في التجمع السكاني. التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وفدا في جنوب لبنان مرافق له من قيادة الحركة مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في لقاءين منفصلين في بيروت، وبحث معهما التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس والأقصى. واستعرض هنية خلال اللقاءين ما يجري في القدس من تهويد ومحاولات الاستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وكذلك محاولة فرض تقسيم الزمان والمكان للمسجد الأقصى. وبارك رئيس الحركة لميقاتي إعادة تكليفه رئيسا للحكومة اللبنانية وحصوله على الاستحقاق الانتخابي وتمنى له التوفيق والتمكن من تأليف الحكومة ونجاحها والتوفيق في حل المشكلات القائمة في البلاد. وشكر رئيس الحركة ميقاتي على التسهيلات التي قدمها لوفد الحركة وزيارته إلى لبنان سواء الزيارة الحالية أو الزيارات السابقة.
شنت قوات الاحتلال فجر أمس الاثنين حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة طالت 20 مواطنا. وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال داهمت مخيم دهيشة جنوبي مدينة بيت لحم، واعتقلت السيدة عائدة الأطرش وزوجها كريم الأطرش لعدة ساعات، فيما أبقت على اعتقال نجلهما محمد وعمران وجهاد ومعالي عيسى من المخيم. وأوضح المكتب أن الجنود اعتقلوا الشبان عيسى صافي ومصطفى زيد وإبراهيم قطاش ويوسف صالح أبو الشريفة وغيرهم. وحول زيارة إسماعيل هنية للبنان ورسالة القسام بمرض أحد الجنود الصهاينة المحتجزين لديها، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مأمون أبو عامر المختص بالشأن الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بك. نعم نعم إذن ليعود لنا الاتصال. الاحتلال الصهيوني أمس تلقى رسالة صاعقة من كتائب القسام بأن أحد الجنود لدى الاحتلال بحالة مريضة أو مرض شديد. هذا ما أربك الساحة الصهيونية أمس وأربك العائلات الصهيونية، عائلات الأسرى الصهاينة في كتائب القسام، الأمر الذي أدى إلى تدهور في الأمور والخروج الأمور عن السيطرة. لذلك طالب الاحتلال الصهيوني أيضا من مصر أن توضح حماس لها عن حالة الجنود الأسرى، وهذا ما ترفضه حماس دون مقابل. لذلك نعم نعم عاد إلينا الاتصال. أستاذ مأمون السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. حياكم الله، أهلا ومرحبا بك. ما هي دلالات زيارة إسماعيل هنية إلى لبنان؟ حقيقة زيارة رئيس الحركة حماس إسماعيل هنية إلى لبنان هي تأتي في سياق الجهود حركة حماس من أجل التواصل مع يعني على مستويات. المستوى الأول هو التواصل مع خط المقاومة في لبنان بقيادة حزب الله. هناك باعتبار أن حركة حماس وحزب الله وفي خندق واحد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. في جانب آخر حركة حماس تسعى إلى توسيع دائرة علاقاتها الخارجية مع الدول على المستوى الرسمي، وبذلك كان هناك لقاءات بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أستاذ إسماعيل هنية والرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وطبعا هذا طبعا كان يعد بالنسبة بالرغم من أن كونه الآن أستاذ إسماعيل هنية رئيس مكتب سياسي وليس رئيس الوزراء سابقا، هو لا يحمل الصفة الرسمية الفلسطينية ولكنه يحمل الصفة العليا لقيادة حركة حماس التي تمثل يعني حركة يعني الأساسية في قطاع غزة وهي العمود الفقري للمقاومة الفلسطينية في الشارع الفلسطيني. وبالتالي الجانب اللبناني يدرك أهمية هذه العلاقة معها، علاوة على أن حركة حماس لها عمق كبير في الشارع الفلسطيني في الساحة اللبنانية وفي المخيمات اللبنانية، وبالتالي اللقاء معها يساعد الجهات اللبنانية الرسمية في عملية الاستقرار وحفظ الأمن في داخل لبنان. جانب آخر بالنسبة للزيارة، حركة حماس تتواصل مع قطاع مهم من الشارع من الشعب الفلسطيني وهو أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية، وهذا طبعا مهم جدا بالنسبة لحركة مثل حركة حماس. و هناك طبعا كنا مؤتمرا شعبيا عقد في صيدا وتحدث في قيادة حركة حماس للجمهور الفلسطيني، وكان هناك يعني لقاء حاشدا يؤكد ان الحركة لها يعني حضور واسع في الشارع الفلسطيني هنا الشارع الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية هناك. لكن استاذ مأمون، ما هي تداعيات هذه الزيارة محليا، اتحدث عن الشرق الاوسط، وعالميا؟ من الناحية الإقليمية هي طبعا يعني تثير اهتمام الجانب الإسرائيلي بشكل كبير أن هناك تنسيقا ما بين حركة حماس وحزب الله، وهذا طبعا يثير مخاوف الإسرائيليين من أن زيادة هذا التنسيق تخشى جانب إسرائيل من أن يكون هناك
يعني استعدادات لدى الطرفين من اجل تفجير تحدث في حاله حدوث مواجهه محتمله في الفتره القادمه، ان تكون حركه حماس في الجنوب وحزب الله في الشمال يعملان معا، هذا طبعا ما تخشى اسرائيل وتحاول ان تتجنبه، وبالتالي فهذا طبعا يثير القلق الجانب الاسرائيلي. على المستوى الاقليمي طبعا هناك يعني هذا طبعا تعزيز لمكانة حركة حماس في الشارع وفي المنطقة وتوسيع علاقاتها الإقليمية. على المستوى الدولي هناك قلق من قضية مهمة جدا وهي قضية الغاز في المنطقة، ولا سيما أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تحدث عن مسألة الغاز في قطاع غزة، وهناك كميات مهمة جدا من الغاز في قطاع غزة، ويعتبر قطاع غزة يعني نقطة تحكم مهمة جدا تطلع على آبار الغاز الموجودة في التي يشرف عليها الاحتلال الصهيوني في الأرض الفلسطينية. وكذلك أن حزب الله يهتم جدا في هذا الموضوع في حق لبنان في موضوع الغاز، وبالتالي هناك خشية أن يكون هناك تدخل من الطرفين في التأثير على مسألة تدفق الغاز في المنطقة عبر محطات التكثيف المصرية للغاز ومنها إلى أوروبا. هذا طبعا إذا في حالة حدوث تشويش لتدفق الغاز من هذه المنطقة ربما يؤثر كثيرا على المشهد الدولي، ولا سيما أن هناك اتفاقية غاز دولية كبيرة تم عقدها وحضور السلطة الفلسطينية وبدون أن تكون حركة حماس موجودة في هذا الموضوع، ربما يكون هذا مثير قلق للجانب الإسرائيلي أن هناك تعاونا، ولا سيما ان لبنان ايضا لم يكن حاضرا في هذه الاجتماعات، وبالتالي ان التعاون مع غزه ولبنان في هذا الموضوع ربما يؤثر على المشهد في مساله الغاز التي الان تعد من القضايا الدوليه، وبالتالي ان من يؤثر على تدفق الغاز له تاثيرا دوليا على القرار الدولي. نعم، لكن توقيت هذه الزياره بل وذكرت توسع العلاقات علاقات حماس، أسيل الحبر كثيرا في موضوع أن حماس تحاول أن تحل محل منظمة التحرير الفلسطينية، ماذا تنظر في هذه التحليلات؟ الفكرة يعني الإحلال لا يمكن إحلال، يعني في الكيان السياسي لا يمكن أن يحل كيان سياسي محل كيان آخر، نعم هذا واضح، إلا إذا الكيان السياسي الموجود في الساحة الفلسطينية اللي هو منظمة التحرير الفلسطينية تخلت عن دورها الأساسي الذي هي أوجد من أجله، وبالتالي فإنها ستحدث فراغا، وهذا الفراغ في الطبيعة ممنوع وغير موجود، وبالتالي ستحل كيانات بديلة محل هذا الفراغ، وبالتالي المسألة ليست مسألة أن حماس تريد أن تحل محل حركة فتح أو محل منظمة التحرير الفلسطينية، وأنا يعني هذا الأمر لا أتصور أنه منطقيا، انما المشكله ان المنظمه الفلسطينيه في الواقع الحالي في ظل غياب الانتخابات الفلسطينيه تكون ممثل الشعب الفلسطيني واختيار قياده فلسطينيه موحده عبر اما التوافق ما بين الفصائل والقوى الفلسطينيه والرموز الفلسطينيه في سواء حتى المستقله او القيادات الفلسطينيه قياده الفصائل بدون التعاون معها من اجل ابراز قياده فلسطينيه يعني تقود المرحله الصعبه التي يعانيها الشعب الفلسطيني او اجراء انتخابات، بالتالي اما احد هذه الطريقين، بالتالي هذه المسارين مفقودين. في نفس الوقت ان قياده منظمه فلسطينيه وقياده ابو مازن يعني تسير باتجاه عمليه تشكيل قياده فلسطينيه بعيدا عن المسارين، مسار اما الانتخابات ولا مسار التوافق الوطني. وهذا طبعا يعني يقلص من قيمه منظمه الفلسطينيه وقدرتها على التمثيل والشرعيه للشعب الفلسطيني، وهذا يشكل خطر على منظمه الفلسطينيه اكثر من كون ان حماس تريد ان تحل محل منظمه الفلسطينيه، وبالتالي الشارع الفلسطيني يحتاج الى منظمه الفلسطينيه الكيان المعنوي او الدوله المعنويه للشعب الفلسطيني على ان تكون في وضع سليم، وبالتالي تكون معبر حقيقي عن الكينونه الفلسطينيه وعن التمثيل الفلسطيني، وبالتالي اي غياب عن هذا المسار معنى ان الكيانات الفلسطينيه ربما تكون هي يعني الواقع يفرض نفسه، يعني ان يعني هنا البديل سيكون فرض ميزان القوى، من يستطيع ان يؤثر في الحدث هو الذي سيكون هو الممثل، وبالتالي انا يعني بالرغم من الدعم الدولي والاعتراف الدولي
في قيادة المنظمة الحالية بأن هذا لن يعطيها شرعية ولن تكون قادرة على فرض إرادتها على الشارع الفلسطيني بدون أن تكون هناك توافق في المسارات في الشارع الفلسطيني. وهنا طبعا أن ما يميز المرحلة القادمة أن ربما تكون حماس هي يعني ومعها فصائل القوى الأخرى ستكون هي الخط البديل للخط الحالي وهو خط اتفاق مفاوضات أوسلو الذي ثبت عدميته وفشله في أن يحل يعني أن يقدم شيئا للشارع الفلسطيني، بل زاد القضية الفلسطينية تعقيدا وزاد مأساوية، وبالتالي الشعب الفلسطيني سيبحث عن خيارات أخرى وبديلة في هذا الاتجاه يعني.